يكون ذا قلب قاس ويكون ذا قلب شديد، فشدة القلب قرينة على شدة البطش. شدة القلب قرينة على شدة البطش، فالإنسان رحيم القلب لا يكون شديد البطش. الإنسان رحيم القلب لا يكون شديد البطش، ولا الجمال بغير حلاوة. الدليل على أن هذا الشيء جميل ما فيه من حلاوة. فما الفرق بين الجمال والحلاوة؟ الجمال أمر شكلي، الحلاوة أمر حسي، لذة. يعني كلمة حلاوة هنا بمعنى اللذة، عندما تلتز بالشيء فهذا الشيء جميل، عندما تتمتع بالشيء فهذا الشيء جميل. عندما تلتز بالشيء فهذا الشيء إيه؟ جميل. وعندما تتمتع بالشيء فهذا الشيء إيه؟ جميل. يبقى ابن المكفى هنا يقول ولا الجمال بغير حلاوة. ولا الجمال، يبقى الحلاوة قرينة على الجمال، والحلاوة دليل على الجمال. ما معنى الحلاوة؟ اللذة والمتعة بالشيء. عندما تلتز بشيء وتتمتع بشيء فهذا دليل على أن هذا الشيء جميل. ولا الحسب بغير أدب. الحسب يعني الرفعة في النسب أو في المنصب والجاه وما إلى ذلك. هذا الإنسان الذي يدعي أنه حسيب نسيب لا يكون حسيبا ولا نسيبا إلا إذا كان مؤدبا. يبقى الأدب قرينة الحسب ودليل على الحسب وأمارة على الحسب. لا يكون الإنسان حسيبا إلا إذا كان مؤدبا. ولا السرور بغير أمن. هذه مهمة جدا جدا جدا، وتشير إلى نعمة الأمن وأهميتها. لا سرور للإنسان في الحياة إذا كان مضطربا وخائفا. كيف يسر الإنسان وهو خائف؟ كيف يسر الإنسان وهو مضطرب؟ كيف يسر الإنسان وهو في قلق وفي حرب وصراع؟ الإنسان المسرور هو الإنسان الآمن في المقام الأول. الإنسان المسرور والإنسان الذي يعيش في سعادة هو الإنسان الذي يعيش في أمن. فالأمن قرينة على السرور، والأمن دليل على السرور. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي تعرفونه جميعا: من بات آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ بجملة إيه؟ آمنا في سربه، يعني في وطنه وفي عشه. الإنسان الذي يكون آمنا في سربه هذا معه أعظم نعمة في الوجود. ولذلك في القرآن سورة قريش: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لماذا يعبدون رب هذا البيت؟ لأنه وفر لهم نعمة الغذاء ونعمة الأمن. وفر لهم نعمة الغذاء ونعمة الإيه؟ الأمن. ولا السرور بغير أمن. يبقى إذن الأمن قرينة على السرور. ولا الغنى بغير جود. لا يكون الإنسان غنيا إذا كان بخيلا. ما الدليل على أنك غني؟ أن تكون كريما. ما الدليل على أنك غني؟ أن تكون جوادا. يبقى الجود قرينة الغنى، والجود علامة الغنى. لا يكون الإنسان غنيا وهو بخيل. متى يكون الغني غنيا؟ إذا كان كريما جوادا. ولا المروءة بغير تواضع. المروءة اللي هي الشهامة والنجدة والتعامل بسماحة مع الناس، هذه المروءة لا تكون عند الإنسان المتكبر. يبقى الإنسان المتكبر ليس عنده مروءة. من الذي عنده مروءة؟ الإنسان المتواضع.
اللين الرحيم مع الناس، الإنسان المتواضع واللين والرحيم مع الناس. ولا الخفض بغير كفاية، ولا الخفض بغير كفاية. الخفض هنا ممكن أن تكون بمعنى الرحمة، وممكن أن تكون بمعنى الغنى، خفض العيش يعني رفاهية العيش. ولا الخفض بغير كفاية، نقول فلان يعيش في خفض إذا كانت عنده كفاية من متطلبات الحياة. إذا كانت عنده كفاية من متطلبات الإيه؟ الحياة. يعيش في خفض أي في رفاهية وفي غنى وفي عز. متى يكون في خفض؟ إذا كانت عنده كفاية في متطلبات الحياة المختلفة، كفاية في المسكن، في المشرب، في المطعم، في العمل وما إلى ذلك. ولا الخفض بغير كفاية. إذن الكفاية دليل وقرينة على الخفض. ولا الاجتهاد بغير توفيق، يعني لا يكون الإنسان مجتهدا الاجتهاد الحقيقي وهو فاشل. نقول فلان اجتهد في الشيء الفلاني ففشل فيه، هل هو هكذا مجتهد؟ لا. متى يكون مجتهدا؟ إذا نجح وإذا وفق في أعماله. يبقى التوفيق في العمل قرينة على اجتهاد صاحبه. التوفيق في العمل قرينة وأمارة وعلامة على اجتهاد صاحبه. يبقى المجتهد الحقيقي هو الذي يوفق في كل عمل، وينتصر في كل عمل، ويفوز في كل عمل، وينتفع في كل عمل. هذه تحت عنوان ثنائيات أو أشياء مقترنة ببعضها، لا يمكن أن تنفك عن بعضها. يقول ابن المكفع مرة ثانية: أمور لا تصلح إلا بقرائنها، لا ينفع العقل بغير ورع، ولا الحفظ بغير عقل، ولا شدة البطش بغير شدة القلب، ولا الجمال بغير حلاوة، ولا الحسب بغير أدب، ولا السرور بغير أمن، ولا الغنى بغير جود، ولا المروءة بغير تواضع، ولا الخفض بغير كفاية، ولا الاجتهاد بغير توفيق. يبقى هذه الأشياء لا تصلح إلا بوجود هذه الأشياء. العقل إذا أدى إلى ورع فهو عقل نافع. الحفظ إذا كان بعقل فهو حفظ جيد. البطش لا يكون إلا من إنسان قاسي القلب. الجمال لا يكون جمالا إلا إذا كان مقترنا بالحلاوة. الحسب لا يكون حسبا إلا إذا كان مقترنا بأدب. السرور لا يتحقق إلا إذا كان معتمدا على الأمن. الغنى لا يتحقق إلا إذا كان صاحبه كريما. المروءة لا تتحقق إلا إذا كانت مقترنة بالتواضع. الخفض، خفض العيش لا يتحقق إلا إذا كان هناك كفاية في متطلبات الحياة. الاجتهاد في العمل لا يكون نافعا إلا إذا كان مقترنا بالتوفيق والسداد. صدق ابن المكفع في كل هذه الحكم الجميلة منه. ثم يقول ابن المكفع: أمور هن تبع لأمور، أمور هن تبع لأمور. ممكن أن نضع عليها عنوان التوابع، بس التوابع في الحياة مش في النحو بقى، التوابع في الحياة. أمور هن تبع لأمور، فالمروءات كلها تبع للعقل، والرأي تبع للتجربة، والغبطة تبع لحسن الثناء، والسرور تبع للأمن، والقرابة تبع للمودة، والعمل تبع للقدر، والجدة تبع للإنفاق. مرة ثانية: أمور هن تبع لأمور،
فالمروءات كلها تبع للعقل، والرأي تبع للتجربة، والغبطة تبع لحسن الثناء، والسرور تبع للأمن، والقرابة تبع للمودة، والعمل تبع للقدر، والجدة تبع للإنفاق. أمور هن تبع لأمور، أمور هن تبع يعني نتيجة لأمور. يبقى احنا عندنا أمور نتائج وأمور أسباب، يبقى عندنا أمور أسباب وأمور إيه؟ نتائج. فهو يقول لنا هناك أمور تكون نتيجة أمور وتكون تابعة لأمور. فالمروءات كلها تبع للعقل، المروءات نتيجة والعقل سبب. فالإنسان العاقل يحرص على كل مروءة، الإنسان العاقل يحرص على كل مروءة، يدفعه عقله إلى كل مروءة. والرأي تبع للتجربة، عندما تجرب في الحياة مرة بعد مرة بعد مرة يكون لك رأي، يكون لك إيه؟ رأي. عندما تظهر أمامك مشكلة تقول هذه المشكلة عرضت علي من قبل في سنة كذا وقد صنعت فيها كذا وأرى أن نصنع فيها كذا الآن. فهنا إيه؟ يذكر رأيه بناء على تجربة مرت به من قبل، مرت به من إيه؟ من قبل. ولذلك عندنا مصطلح إيه؟ أهل الخبرة. اسألوا دائما إيه؟ أهل الخبرة لهم الشيوخ. لماذا أهل الشيوخ أهل خبرة؟ لأنه مرت عليهم في الحياة تجارب كثيرة، فعندما تجلس معه يقول لك الرأي السديد في كل مشكلة. لماذا؟ لأنه يقول لك الرأي الذي نفعه في التجارب التي مرت به في الحياة. والرأي تبع للتجربة، والرأي تبع للتجربة. وإحنا في العصر الحديث في المنهج عندنا منهج علمي يسمى المنهج التجريبي، المنهج التجريبي معناه ببساطة إنني لا أستنتج حكما علميا إلا بعد تجربة وملاحظة، لا أقول بحكم علمي إلا بعد تجربة وإيه؟ وملاحظة. فمصطلح التجربة من مصطلحات المنهج التجريبي في العصر الإيه؟ الحديث. والغبطة تبع لحسن الثناء، والغبطة تبع لحسن الثناء. الغبطة يعني السعادة والفرح، الإنسان يكون سعيدا وفرحا عندما يجد من يثني عليه، عندما يجد من يثني عليه ويعدد محاسنه. الغبطة يعني السرور والسعادة. تبع لحسن الثناء، الثناء اللي هو المدح، الثناء هنا بمعنى المدح. والسرور تبع للأمن، هذه قالها من قبل ابن المقف، إن السرور نتيجة للأمن، يبقى الأمن سبب في السرور. يبقى الإنسان الخائف هل يكون مسرورا؟ مستحيل. إنسان يعيش في خوف هل يكون مسرورا؟ مستحيل. ما الذي يجعلك مسرورا؟ أن تكون آمنا. والقرابة تبع للمودة، القرابة تبع للمودة. عندما تحب إنسانا تكون قريبا منه، عندما تحب إنسانا تكون إيه؟ قريبا منه. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، وجعل بينكم إيه؟ مودة ورحمة. فالمودة تؤدي إلى القرابة. عندما تتعامل مع فلان بود وود 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 يكون قريبا منك ويقترب منك. والعمل تبع للقدر، القدر يعني المكانة. كل إنسان يعمل في هذه الحياة حسب مكانته فيها. رئيس الدولة يعمل عملا يناسب مقام رئيس الدولة، الوزير يعمل عملا مناسب لمقام الوزير، العالم يعمل عملا مناسب لمقام العمل، مقام العلم.
الطالب يعمل عملا مناسب لمقام كونه طالبا، وهكذا. فكل واحد بيعمل عمل حسب مكانه ومكانته وحسب مؤهلاته وحسب القدر الذي رزقه الله إياه، القدر الذي رزقه الله إياه. والعمل تبع للقدر. ما معنى القدر؟ المكان والمكانة، المكان والمكانة. والجدة تبع للإنفاق، والجدة تبع للإنفاق. الجدة معناها التجديد في الرزق، ربنا عز وجل يجدد لك في الرزق ويزيد لك في الرزق إذا ما أنفقت. في الحديث القدسي: عبدي أنفق أنفق عليك، عبدي أنفق أنفق عليك. كلما أنفقت أنفق الله عليك، كلما أنفقت زادك الله رزقا وزادك الله مالا وخيرا. فكلمة الجدة هنا بمعنى الجدة في الرزق والجدة في المال. الجدة بمعنى أن يكون رزقك جديدا ومجددا، وأن يكون مالك مجددا وزائدا كل يوم. يزيد كيف؟ يزيد بالإنفاق. عبدي أنفق أنفق عليك. ثم انتقل بعد ذلك إلى فقرات موجزة سريعة. يقول: أصل العقل التثبت، وثمرته السلامة، وأصل الورع القناعة، وثمرته الظفر، وأصل التوفيق العمل، وثمرته النجح. مرة ثانية: أصل العقل التثبت، وثمرته السلامة، وأصل الورع القناعة، وثمرته الظفر، وأصل التوفيق العمل، وثمرته النجح. يبقى ابن المكفى هنا يستخدم لنا معنا لفظتين، لفظة أصل ولفظة ثمرة. كلمة أصل ما معناها؟ وكلمة ثمرة ما معناها؟ أصل يعني منبع ومصدر، أصل بمعنى منبع الشيء ومصدره. طب والثمرة؟ ثمرة هذه النتيجة، الفائدة التي تعود على الإنسان. الثمرة يعني النتيجة أو الفائدة التي تعود على الإنسان. فأصل العقل التثبت، العقل ينبع من التثبت. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. يبقى الإنسان الذي يتبين لا يكون جاهلا بل يكون عاقلا، الإنسان الذي يتثبت لا يكون جاهلا بل يكون عاقلا. يبقى من أين يأتيك العقل؟ من التثبت. ما معنى التثبت؟ التحقق، إن أنت تبحث عن مصدر المعلومة، وهل هي معلومة ولا إشاعة، تفرق بين المعلومة وبين الإشاعة. من أين أتيت بهذا الكلام وبهذا الخبر وبهذا العلم؟ إذا كان هذا الكلام من مصدر صحيح فأهلا به وسهلا، وإذا كان من مصدر مشبوه أو مشكوك فلا أهلا به ولا سهلا. العاقل هو الذي يفعل هذا. يبقى أصل العقل التثبت. ما معنى هذه العبارة؟ لا يكون الإنسان صاحب عقل إذا كان غير متثبت وغير متحقق. من يقع في الإرهاب وفي الأعمال الإرهابية، يقع في الأعمال الإرهابية ليه؟ لأنه غير متثبت، لأنه غير متثبت. يقع في الأعمال الإرهابية لأنه يعتمد على كلام لا دليل عليه من سنة ولا كتاب، يعتمد على أشياء مشكوك فيها وعلى أخبار مزيفة ومزورة، فهو هنا لا يتثبت، وهو هنا لا عقل له، وبالتالي يكون فريسة لشياطين الإنس والجن.
يكون فريسة لشياطين الإنس والجن. أصل العقل التثبت، هذه العبارة مهمة جدا لنا في هذا الزمن الذي نعيش فيه، زمن وسائل التواصل الاجتماعي المليئة بكثير من الأخبار والآراء والنصوص وما إلى ذلك. الإنسان العاقل فينا هو الذي يتثبت في كل معلومة يقرأها، ويتحقق من كل معلومة يقرأها، ويعمل عقله في كل معلومة يقرأها، وثمارته السلامة. عندما تتثبت تكون سالماً، سالماً من أي مشاكل، وسالماً من أي متاهات، وسالماً من أن تكون ضحية. يعني ابن المقفع هنا يقول لنا إيه؟ أعمل عقلك وتثبت حتى تكون سالماً، حتى تكون آمناً. الذي يعمل عقله في الأشياء ويتثبت في الأمور يعيش في سلام ويعيش في أمان. والعكس صحيح، الذي لا يتثبت في الأمور ولا يعمل عقله يعيش في خطر، ويعيش في مشاكل، ويعيش في خوف وهلع ورعب والعياذ بالله. صدق ابن المقفع في هذه العبارات، أصل العقل التثبت وثمرته السلامة. خلصنا من العقل ينتقل بنا إلى الورع، وأصل الورع القناعة وثمرته الظفر، وأصل الورع القناعة وثمرته الظفر. أصل الورع، من أين يأتينا الورع؟ بالقناعة، يأتينا من القناعة. عندما تكون قنوعاً تكون ورعاً، عندما تكون قنوعاً تكون ورعاً. أستاذنا دكتور محمد، أصل الورع القناعة، عندما تكون قنوعاً تكون ورعاً، عندما تكون قنوعاً تكون ورعاً. قنوعاً يعني راضياً بما رزقك الله، تكون ورعاً يعني تتعامل بزهد وتعفف وعفة مع الحياة والأحياء. أصل الورع القناعة وثمرته الظفر، وثمرته ثمرة الورع إيه؟ الظفر. الإنسان الذي يعيش بورع في هذه الحياة يكون مظفرا، فائزا، ناجحا في دنياه وأخرى. ما أوقع الناس في مشاكل ومتاهات إلا الطمع. ضد الورع مباشرة الطمع، ضد الورع الطمع. إنسان ورع يعني زاهد عما في أيدي الناس لأنه قنوع، وعكسه إنسان طماع يعني حريص على أخذ ما في أيدي الناس لأنه جشع والعياذ بالله. فابن المقفع يقول لنا هذا، أصل الورع القناعة ونتيجة الورع الظفر في الدنيا والآخرة، يعني الفوز والنجاح في الدنيا والآخرة. أصل العقل التثبت وثمرته السلامة، وأصل الورع القناعة وثمرته الظفر، وأصل التوفيق العمل وثمرته النجح، وأصل التوفيق العمل وثمرته النجح. متى يأتيك التوفيق؟ عندما تعمل. متى يأتيك التوفيق؟ عندما تعمل. لن يأتيك توفيق وأنت كسول، لن يأتيك توفيق وأنت ضعيف، لن يأتيك توفيق وأنت متخاذل واهن مفرط. وأصل التوفيق العمل، لن توفق من الله إلا إذا أخذت بسبب التوفيق وهو العمل. طب وما ثمرة التوفيق؟ النجاح. ثمرة التوفيق النجاح، عندما يوفقك الله تنجح. لكن بالترتيب، عمل يؤدي إلى توفيق، وتوفيق يؤدي إلى نجاح. يعني هذه الفقرة فيها ثلاثيات، نقولها مرة ثانية. أصل العقل التثبت وثمرته السلامة، وأصل الورع القناعة
وثمرته الظفر، وأصل التوفيق العمل، وثمرته النجح. يبقى عندنا ثلاثيات: العقل يعتمد على تثبت، والعقل والتثبت يؤديان إلى السلامة. الورع يعتمد على قناعة، والورع والقناعة يؤديان إلى ظفر، والتوفيق يعتمد على العمل، والتوفيق والعمل يؤديان إلى نجاح. عبارات: حكيمة، موجزة، هادفة، بناءة، من ابن المقفع. ثم يقول ابن المقفع: لا يذكر الفاجر في العقلاء، ولا الكذوب في الأعفاء، ولا الخذول في الكرماء، ولا الكفور بشيء من الخير. أيضا عبارات رائعة وإيجابية وهادفة: لا يذكر الفاجر في العقلاء، ولا الكذوب في الأعفاء، ولا الخذول في الكرماء، ولا الكفور بشيء من الخير. لا يذكر الفاجر في العقلاء، العقلاء دائما وأبدا لا يذكرون فاجرا، لا يذكرون هذا الذي يفجر، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، أولئك هم الكفرة الفجرة. فالفاجر لا يذكر بين العقلاء، العقلاء دائما يذكرون الملتزم المحتشم الصالح الذي يلتزم الطريق المستقيم. ولا الكذوب في الأعفاء، الإنسان الكذوب، وهنا ابن المقفع يستخدم صيغة المبالغة، يعني الذي يكثر من الكذب، من الكذب، ويحرص على الكذب، ويتحرى الكذب، ويبالغ في الكذب، هذا لا يذكره الأعفاء الذين عندهم عفة، الذين عندهم عفة وعندهم ورع وعندهم قناعة، لا يذكرون الكذوب ولا يتحدثون عنه على الإطلاق. ولا الخذول في الكرماء، الخذول أيضا صيغة مبالغة، صيغة مبالغة ومعناها تارك الإعانة والنصرة، تارك من هو الخذول؟ الذي يترك الإعانة والنصرة. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله. فمن ضمن تعريفات المسلم أنه لا يخذل أخاه المسلم، يعني لا يترك إعانته ولا يترك نصرته. انصر أخاك، ده أمر نبوي من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، انصر أخاك، أمر من سيدنا رسول بالإيه؟ بالنصرة وبالإعانة، بالنصرة وبالإعانة. فالإنسان الخذول، ومعنى الخذول هنا الذي يترك الإعانة والنصرة لإخوانه، هذا إنسان لا يذكر في الكرماء لأنه بخيل. الإنسان الخذول هذا بخيل، شعاره إيه؟ شغلتنا أموالنا وأهلنا. الخذول يقول إيه دائما وأبدا؟ شغلتنا أموالنا وأهلنا. وهذه عبارة المنافقين والعياذ بالله. يعني إذن الخذلان هذا من صفات من؟ المنافقين. وما شعار هذا الخذول؟ شغلتنا أموالنا وأهلنا. فهذا الخذول لا يذكر في الكرماء لأنه بخيل، حريص على المال وحريص على الأهل، فهو بخيل، بخيل بنفسه وبخيل بأهله وبخيل بماله، حريص على هذه الأشياء الممتلكات التي يمتلكها، وبالتالي يترك نصرة الآخرين وإعانتهم والعياذ بالله. ولا الخذول في الكرماء، وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان نعم المعين لمن حوله، وكان صلى الله عليه وسلم نعم الناصر لما حوله، وخصوصا الضعاف. سيدة خديجة عندما وصفته كل الأوصاف التي وصفته بها تقول شيء واحد، أنه صلى الله عليه وسلم كان ينصر كل ضعيف ويقف بجوار كل ضعيف. إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف
وتعين على نوائب الدهر وتكسب المعدوم. فكلمة تكسب المعدوم نصرة، تحمل الكل نصرة، تعين على نوائب الدهر نصرة، نصرة وإعانة. ولا الخذول في الكرماء ولا الكفور بشيء من الخير. الكفور الجاحد بكل نعمة والعياذ بالله، الكفور الذي يجحد النعمة ويسترها. المؤمن الحق هو الذي يذكر النعمة ويعددها ويعلنها. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر في آخر سورة الضحى: فأما بنعمة ربك فحدث. يعني حدث يعني أعلن عنها، أعلن عن نعمة الله عليك، عدد نعم الله عليك وأعلن عن نعم الله عليك. من شكر النعمة أن تعلن عنها، ومن شكر النعمة أن تعددها، من شكر النعمة أن تعلن عنها وأن تعددها. فالإنسان الكافور هو ذلك الذي يجحد النعمة أصلا، ينكرها، وقد لا ينكرها لكنه يسترها، لا يذكرها على الإطلاق ولا يعلن عنها على الإطلاق. هذا اسمه كافور، يعني مبالغ في الكفر، والكفر هنا كفر نعمة. ولا الكافور بشيء من الخير، الإنسان الكافور هذا لا يذكر بشيء من الخير، لا يجوز أن نثني عليه بخير على الإطلاق، ولا يجوز أن يذكر في مجالسنا. لا يذكر الفاجر في العقلاء ولا الكذوب في الأعفاء ولا الخذول في الكرماء ولا الكفور بشيء من الخير. آخر فقرة نعيش معها: لا تؤاخين خبا ولا تستنصرن عاجزا ولا تستعينن كسلا. لا تؤاخين خبا ولا تستنصرن عاجزا ولا تستعينن كسلا. لا تؤاخين يعني لا تتعامل بأخوة مع خب وخب. الخب والخب الرجل الخداع الحديث، الخب والخب الرجل الخداع الحديث الذي يخدعك بحديثه، يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب. يبقى الرجل الخب هذا أو الخب هو الرجل الخداع الخبيث، الخداع الحديث والخداع الخبيث أيضا، خبيث عنده لؤم وعنده خداع. لا تؤاخين خبا، عندما تعلم أنه خبيث وأنه مخادع فلا يكون لك أخا، لا يجوز أن يكون لك أخا. أخوك هو الذي يصدقك، وأخوك هو الذي يتعامل معك بصدق وبواقعية وباحترام. لا تؤاخين خبا ولا تستنصرن عاجز. تستنصر يعني تطلب النصرة. ممن تطلب النصرة؟ هل تطلبها من إنسان عاجز؟ كلا. من إنسان ضعيف؟ كلا. من إنسان فقير؟ كلا. من إنسان مريض؟ كلا. تستنصر القوي، تستنصر ليه؟ القوي. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. ولا تستنصرن عاجزا. ما قيمة العاجز؟ لماذا تطلب نصرة من إنسان أصلا غير قادر على أن ينصر نفسه؟ يبقى ولا تستنصرن عاجزا. ولا تستعينن كسلا. لا تستعين بإنسان كسول، لا تستعين بإنسان إيه؟ كسول. لا يعينك إلا النشيط، لا يعينك إلا المتحرك، لا يعينك إلا من عنده حرارة ومن عنده قوة ومن عنده قدرة على الفعل وعلى الإنجاز. لا تؤاخين خبا
ولا تستنصرن عاجزا ولا تستعينن كسلا. كسلا هنا أيضا صيغة مبالغة، كسلا صيغة مبالغة بمعنى كسول أو كسلان، وعاجز معروفة، وخبا قلناها. أظن بهذه العبارات وبهذه الفقرات يكون ابن المقفع أعطانا جرعة جميلة في التعامل مع الحياة والأحياء، عبارات موجزة حكيمة عميقة مؤدبة مهذبة مربية، تنقلنا من أخطاء إلى إيجابيات، ومن سلبيات إلى أشياء خيرة، ومن سيئات إلى صالحات. فابن المقفع بصراحة يعني عقله كبير في هذا الكتاب، وأثره طيب في هذا الكتاب، وهذا الكتاب فعلا يستحق أن يقرأ مرات ومرات، وأن يعلم مرات ومرات، وأن يستفاد منه مرات ومرات. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع، اللهم ارزقنا العلم النافع، انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت. يا رب احفظ أوطان المسلمين جميعا، احفظ أوطان المسلمين جميعا، وكن مع كل ضعيف يا كريم، وكن مع كل ضعيف يا كريم، وكن مع كل مظلوم يا كريم، وكن مع كل معتدا عليه يا كريم. يا رب كن مع عبادك المستضعفين في كل مكان، انصرهم واسترهم واجبرهم وأغذهم وأنقذهم وخلصهم يا كريم، اللهم آمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.